السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما كنا في فيديو سابق إن البريس آب ده عبارة عن منصة بتساعدك على إدارة المشروع وتديك أدوات في الإدارة الرشيقة زي ما نشوف مع بعض. طيب دلوقتي مثلا هفتح أي مشروع وهبدأ أشوف مين اللي هيكون معايا، فبقول ميمبرز ده بأعضاء الفريق، هقول له مانجر، هقول له انفايت أكولبريت وأبدأ أكتب الإيميل. هنا الرول، هل هو مانجر لي كل صلاحيات ولا ممبر لي بعض الصلاحيات ولا اوبزرفر؟ مجرد بس يشوف، فاقول له مثلا لا خليه ده مانجر. والاورجانيزيشن لسه محددناش، ممكن يبقى فيه اكتر من اورجانيزيشن في المشروع. بيقول لي اعمل ابجريد، بقول له لا. طيب بعد كده هروح للتيم واقول له كرييت ا تيم، تمام، وتقدر تسمي اسم التيم اللي انت عايزه، وليكن مثلا ده خاص بالديزاين كرييت. وكل تيم تقدر تقول له انفايت وتبدأ تدعو حد من الفريق ان هو يبقى ينضم ليك، تمام. لسه لحد دلوقتي محدش وافق او محدش انضم لسه، بس في يطلع لك قائمة بالناس فتختار مين اللي هيكون موجود في الفريق اللي موجود هنا.